مؤسسة حياة كريمة بدأت من بني سويف إنها توزع المليون كرتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً قبل بداية شهر رمضان المبارك. أكيد ده طبعاً ضمن مبادرة كتف في كتف اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي بتعتبر أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، وبتستهدف توزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان. مؤسسة حياة كريمة بدأت في توزيع المليون كرتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان المبارك، والتي تنطلق من محافظة بني سويف. كانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت عن مشاركتها في مبادرة كتف في كتف لتوزيع مليون كرتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار فعالية كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتويجاً لجهود المتطوعين في المبادرة. هنبدأ ب 20,000 في سموستا، 10,000 في الواسطة، بيبا، أهناسيا، بندر، بني سويف، مركز ناصر، يعني بنحاول يعني نوصل لمعظم المراكز في بني سويف. كل مركز نصيبه طبقاً لعدد نسماته، ودي حاجة حلوة لأن احنا بنتكلم بمكون من أهم المكونات اللي المفروض بتمس المواطن بصورة مباشرة على أرض بني سويف، وهو مكون الحماية الاجتماعية. تعاوننا مع حياة كريمة ده مش التعاون الأول، ده ثالث تعاون ما بيننا وما بين حياة كريمة. عندنا مبدأ إن احنا نتعامل مع الكيانات الكبيرة اللي بتضمن إن كل مبادراتنا توصل للمحتاجين. عمل الخير ده مش محتاج كلام، ده حاجة نابعة جوه المواطن المصري. المواطن المصري بطبيعته وبفطرته أصلا بيحب الخير، بيحب الخير لكل الناس. بفرح جدا لما بشوف الناس قد إيه حريصة إن هم ينزلوا يساعدونا في توصيل الكراتين أو يعني المواد الغذائية اللي تستحقها الناس في بني سويف أو في كل المحافظات. وتعد مبادرة كتف في كتف أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، وتستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، وبمشاركة 34 كياناً تنموياً يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.